هلو، ذس از دكتور وعد. النوم مش من الحاجات اللي انا ينفع اعمل نفسي مش واخد بالي انها مش شغاله كويس في حياتي، او انها مش ماشيه كويس في حياتي، ايا كان الحاجه اللي انا مهتم بيها، ايا كانت اولوياتي، الشغل، التمرين، العيال، وات ايفر. النوم لو تخيلنا ان حياتنا كده مثلث، النوم هو قاعده المثلث. لو النوم فيه مشكله، وات ايفر بقى الحاجه المهمه بالنسبه لك، هيكون فيها مشكله. النهارده هنتكلم على 3 خطوات هنعملهم علشان ننام نوم عميق، او احنا ما بنعرفش ننام كويس، سواء كان عندك ارق او سواء كنت بتنام بس مش بتنام كويس ومش بتخش في النوم العميق. انا دايما لما بتكلم عن النوم العميق في ناس بتقول انا ما اعرفش يعني ايه اصلا نوم عميق. النهارده هنتكلم على 3 خطوات هتخلينا ننام نوم عميق. قبل ما نخش في موضوع الفيديو، انا التشالنج بتاعتي فتحت، الاشتراك فيها فتح، انا بتابع في مجموعات، بتابع على ابلكيشن اسمه ويلنس، حط لينك الاشتراك في الديسكريبشن. هنبدا التحدي الجديد يوم 15 يناير، فتحنا النهارده وهنبدا يوم 15، ونفضل فاتحين لحد ما العدد يكتمل. طيب على الابلكيشن انا بعمل الدايت، الدايت بيكون صيام متقطع، بينزل لك البلان بتاعتك كل يوم، معايا كابتن بهاء بيعمل لنا التمرين بتاعنا حسب مستوانا الرياضي، انا فيتنس نوتريشنست، معايا دايت ومعايا تمرين، والاثنين بالنسبه لي بيكملوا بعض. مفيش حاجه اسمها انا مش رياضي، مفيش حاجه اسمها انا عمري ما اتمرنت، احنا بنعمل الدايت حسب مستواك الرياضي، بنعمل دايت التمرين، وبنعمل تمرين من البيت، نعمل تمرين من الجيم حسب مستوايا الرياضي. كلنا هنتمرن وكلنا هنعمل صيام متقطع. انا بعلمك ازاي تكستمايز الموضوع، بعلمك ازاي تعرف انت محتاج تصوم كام ساعه، بعلمك ازاي تعرف انت محتاج تبقى في جروب الكيتو ولا في جروب اللو كارب حسب حالتك. بيبقى عندنا سيكشن الاسئله، وده بالنسبه لي من اكتر الحاجات القيمه في موضوع الابلكيشن، ان انت بيبقى عندك اكسس طول الوقت، طول اليوم، انك تسال في وات ايفر الحاجه اللي انت عايز تسال فيها. لو في مثلا برودكت جبته مش عارف ده معانا ولا لا، لو في محلى جبته مش عارف ده معانا ولا لا، لو في مكمل بتاخده مش عارف كويس ولا لا، في اي وقت ممكن تسالنا، وانا والتيم بتاعي بيردوا عليك، وكابتن بهاء والتيم بتاعه كمان بيردوا عليك. وفي بقى جزء تاني مهم جدا في موضوع ويلنس ده، ان احنا كوميونتي، احنا بقينا عندنا ناس متصاحبه على بعض، وبقى عندنا ناس متعرفه على بعض، عندنا جروب شات بتتكلموا فيه مع بعض. من اهم الاسباب اللي بتخلي الناس توقف الدايت، وده انا بتكلم عليه على طول، ان احنا ما بنلاقيش حد شبهنا. انا بحس ان انا منشق، ان انا بعمل حاجه غريبه غير اللي كل الناس بتعمله. الكوميونتي بتاعت ويلنس بتخليك تشوف انك مش منشق، بتخليك تشوف ان في ناس تانية شبهك بتعمل نفس اللي انت بتعمله. طيب الاشتراك فتح دلوقتي، هنبدا يوم 15 ان شاء الله. معانا كمان في التشالنج دكتوره ساره نظمي. دكتوره ساره نظمي طبيب نفسية، تطلع معنا مرة في الأسبوع تشرح لنا الأكل العاطفي، تشرح لنا إزاي نتعامل مع مشاعرنا بطريقة صح. معظم الناس اللي بتتخن، إن ما كانش كلهم، التخن بيجي بسبب إن أنا مش عارف أتعامل مع مشاعري بطريقة صحية، فبلجأ للأكل لأن ده الصديق الوحيد اللي موجود طول اليوم. سواء المشاعر دي كانت زعل، كانت زهق، كانت وحدة، أسهل حاجة إن أنا أجنور مشاعري، ما فكرش في مشاعري خالص وما حسهاش أصلاً، اروح اكل. دكتوره ساره بتعلمنا سكيلز، مهارات تخلينا نتعامل مع مشاعرنا بطريقه صح، علشان ما نلجاش للان هيلثي كوبينج ميكانيزم، اللي هي الطريقه الغير صحيه في التعامل مع المشاعر، وهي الاكل والاكل العاطفي. نبدا يوم 15 يناير، اللينك في الديسكربشن. انا كمان بطلع لايف مره في الاسبوع مع الجروب، في اللايف بشرح حاجه وبقعد اخد اسئله، وبنقعد مع بعض وبنشرب قهوه مع بعض، بطلع مره في الاسبوع. وبما ان التشالنج بتبقى 4 أسابيع شهر، فانا بطلع معاكم 4 مرات. اللايف بيتسجل وبينزل على الابلكيشن للناس اللي ما بتعرفش تكون معانا في ساعه اللايف يعني، ولو الناس كانت معانا وعايزه تشوفه تاني بيفضل متسجل وقاعد معانا طول التشالنج. هستناكم على الابلكيشن، لينك الاشتراك في الديسكربشن، وهنبدا يوم 15 ان شاء الله. تعالوا نتكلم بقى في الحاجات اللي هتخلينا ننام نوم عميق. اولا زي ما قلت لك، النوم مش من الحاجات اللي ينفع تقول عادي يعني صباح الفل، لايف تو شورت، مش لازم انام كويس، لان النوم بيأثر على كل حاجه. في حاجات انت ممكن تكون فاكرها جزء من شخصيتك، في حاجات انت ممكن تكون متخيل والناس اللي حواليك متخيله انها طباعك، وهي مش طباعك ولا حاجه، دي مجرد مانيفستيشنز اوف ان انت طول الوقت سليب ديبرايفد. في حاجات انت ممكن تكون فاكر انها طباع في شخصيتك، وهي مجرد علامات انك طول الوقت مش نايم كويس، زي النرفزه، انا خلق ايديا، زي ان انا ماليش خلق اقعد اشتغل في حاجه فتره طويله. كل دي ممكن تكون من اعراض ان انا ما بنامش كويس، وانا فاكرها جزء من شخصيتي. زي بالمناسبه الكريفنجز بتاعت الحاجات المسكره، انتوا عارفين ان انا لو مش نايم كويس هتجيلي كريفنج
هيجيلي شراهة للأكل المسكر، لأن ليلة واحدة من قلة النوم بتقلل حساسية الأنسولين اليوم اللي بعده، فتلاقي نفسك عندك شراهة للسكر. عشان كده الناس اللي عندها مقاومة أنسولين مش ما عندهاش إرادة، هي فعلا بيبقى عندها شراهة للسكر والنشا أكتر من الشخص اللي ما عندوش مقاومة أنسولين. طيب أول حاجة كده هنتعلمها، أول حاجة هنعملها علشان ننام نوم عميق، هي إن إحنا نعرف دور الميلاتونين في النوم. أنا شرحت الميلاتونين قبل كده بالتفصيل، حط اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن. الميلاتونين ده هو هرمون النوم. الميلاتونين ده ما اكتشفهوش من زمان على فكرة في الطب، بس هو الهرمون اللي لما اكتشفناه في حاجات كتير قوي عرفناها عن النوم ما كناش نعرفها قبل كده. طيب ميلاتونين بيقل مع السن، الميلاتونين هرمون النوم بيقل مع السن. انا عندي فيديو اسمه السن مش مجرد رقم، كلمة السن مجرد رقم age is just a number ده denial، ده انكار. عمر ما حد عنده 70 سنة هيبقى زي ما كان وعنده 17 سنة، دي تغييرات فسيولوجية بتحصل في جسم الانسان. فسيولوجية يعني طبيعية، يعني مش مرضية. من ضمن التغييرات الفسيولوجية اللي بتحصل في جسم الانسان مع السن هو ان الميلاتونين بتاعنا بيقل، هرمون النوم بتاعنا بيقل. فانا لو تفتكر كده، لو انت مثلا عندك دلوقتي معدي ال 20 سنه ولا ال 18 سنه، لو تفتكر ايام اعدادي ولا تفتكر ايام ابتدائي كنت بتنام بال 14 وال 15 ساعه لحد ما حد يصحيك، كنت بتخش في الديب سليب قوي. بيبيهات، البيبيهات بتنام طول اليوم. طول ما احنا في سن صغير الميلاتونين بتاعنا بيكون اعلى، ولما بنكبر الميلاتونين بيقل اللي هو هرمون النوم. عشان كده مع السن ممكن تلاقي نفسك، مع السن مش قصدي ان حد كبير، قصدي في السن العادي اللي هو الافريج اللي في النص، بتلاقي نفسك لو نمت 6 ساعات يبقى حلو قوي، وتنام 8 ساعات بالعافيه ويبقى النهارده عيد، صح؟ ده بسبب ان الميلاتونين قل. طبعا باسباب تانية، ان الناس ما بقاش عندها سليب هايجين. نحط اللينك بتاع الارق، فيديو الارق في الديسكربشن. احنا بقينا نعمل عادات غلط قبل النوم تخلينا اصلا ما نعرفش نخش في الديب سليب، ما نعرفش نخش اصلا في نوم عميق. بس لو انا نومي او الطبيعي ان انا نومي مع السن يكون جودته، او ان انا ما بخشش في الديب سليب في النوم العميق زي ما كنت صغير، ايه الحل؟ اللي انا شرحته في الفيديو بتاع الارق اللي هو السليب هايجين، ان احنا نبتدي نحسن من عاداتنا في النوم. وفي حل تاني وحل مهم جدا، وهو ايه؟ ان انا اخد سبلمنت، اخد مكمل ميلاتونين. مكمل الميلاتونين هو كاني بعوض جسمي عن ان انا جات لي دلوقتي انا في ايج الميلاتونين الداخلي بتاعي قل، الهرمون بتاع النوم الداخلي بتاعي قل، مفيش اي مشكله ان انا اخده من بره. دي مش حاجه خطر، ودي مش حاجه وحشه، وده مش اصلا ده مش دواء، ده مكمل، لان انا دلوقتي في سن الميلاتونين بتاعي قل، فمفيش اي مشكله من ان انا اعوضه من بره. بيتاخد قبل النوم، مفيش منه اي ضرر، لحد دلوقتي ما اكتشفنالوش اعراض جانبيه مؤذيه، واصلا مش دواء، ده سبلمنت، ده مكمل. يبقى دي اول خطوه هنعملها لو انا عندي مشكله في النوم، سواء كنت ما بتنامش اصلا اللي هو الارق، كنت بتنام وما بتخش في النوم العميق، دي مشكله برضو على فكره. مش لازم المشكله تكون سيفير لدرجه اني ما بنامش اصلا عشان تبقى مشكله، ممكن تكون اني بنام بس ما بخشش في الديب سليب. طيب تاني خطوه بقى علشان ننام نوم عميق، مكمل برضو اسمه الجلايسين. الجلايسين ده يا جماعه حمض اميني، امينو اسيد، ونون ايسنشال امينو اسيد. يعني ايه نون ايسنشال امينو اسيد؟ يعني حمض اميني جسمنا بيعرف يصنعه. الجلايسين ده اكتشفنا مؤخرا انه بيساعد على الديب سليب، بيساعد ان احنا نخش في النوم العميق. دي دراسه اتعملت على مجموعتين من الناس، قسمناهم لمجموعه خدت جلايسين وقسمناهم لمجموعه خدت بلاسيبو. يعني ايه بلاسيبو؟ يعني قلنا لهم الاثنين خدوا بيل، الاثنين كل واحد فيهم خد كبسوله، بس ما قلناش لمين فيهم، مين فيهم خد جلايسين. مجموعه منهم خدت جلايسين ومجموعه خدت شوجر بيل، حاجه ملهاش لازمه وحاجه ما فيهاش اصلا ماده فعاله، علشان نعرف الجلايسين لوحده هيكون تاثيره ايه على النوم. المجموعتين كان عندهم مشكله في النوم، سواء كان ارق او ان هم مش ساتيسفايد، مش راضيين عن نومهم. عملنا ايه؟ نام جلايسين قبل ما يناموا وشفنا تاثير ده على النوم. سالناهم، هيا يا جماعه بقيتوا تناموا احسن؟ هيا يا جماعه دخلنا في النوم اسرع؟ يعني دي الحاجات اللي احنا عايزين نبص عليه، مش مجرد بتنام وبتنام كام ساعه وخلاص، لا، بتخش في النوم بسرعه؟ طب لما بتنام بتخش في الديب سليب بتحس انك نمت نوم عميق؟ وايه كمان بقى تخيله مهم جدا، لما بتصحى فايق ولا بتصحى فتيد؟ بتصحى فايق ولا بتصحى مدروخ؟ دي على فكره من علامات انك دخلت في الديب سليب. في ناس بتنام عدد ساعات كبيره قوي بس بتصحى كانها ما نامتش، ده ممكن جدا يكون معناه اني اصلا ما بخشش في النوم العميق. لقينا ايه؟ لقينا ان المجموعه اللي خدت جلايسين كل حاجه عندها اتحسنت، الرضا العام عن النوم اتحسن، بقى يخشوا في النوم اسرع، يعني ما بيقعدوش فتره طويله على السرير على ما يناموا، وبيصحوا تاني يوم فايقين. ممكن تسمع الكلام ده عن الجلايسين وتقول جميل جميل، اسمه جلايسين بالجي، عشان في ناس بتجيب حاجه تانيه خالص، جلايسين.
ممكن تسمع الكلام ده عن الجلايسين وتقول جميل حلو قوي تحفه، بس انا ما بحبش المنومات. الجلايسين مش منوم، الجلايسين مش منوم، ده امينو اسيد، ده حمض اميني نون ايسنشال، يعني اصلا جسمك بيصنعه، ده مش منوم. مهم قوي ان احنا نعرف انه مش منوم. اولا ان هو الميكانيزم اوف اكشن بتاعه، طريقه فعاليته، طريقه شغله في جسمنا مختلفه تماما عن طريقه المنومات تماما. ثانيا ان احنا لو خدت الجلايسين، ده دليل قاطع ان هو مش منوم، لو خدته في نص اليوم مش هتنام. هو مش بينيم بيرسي، هو بيبروموت الديب سليب، يعني هو بيساعد على النوم. وانا نايم، يعني انا اصلا في مود النوم وعلى السرير وبدات اسقط، هاخد جلايسين هخش في الديب سليب. انما هو مش منوم، هاخده في نص اليوم هقع من طولي، هو مش منوم اطلاقا. الجلايسين كمان بيمبروف الكوجنيتيف فانكشن، بيمبروف الكوجنيتيف فانكشن زي ما قلت لكم. هو انت هتبقى صاحي فايق، هتبقى صاحي فايق، هتيجي تذاكر، هتيجي تشتغل، هتلاقي نفسك مركز اكتر من العادي. لو انت من الناس اللي طول الوقت مش مركزه، طول الوقت مش طايقه نفسها وفاكر ان ده عيب في شخصيتك، ممكن جدا يكون ولا عيب في شخصيتك ولا طبع ولا اي حاجه، والموضوع يكون as simple as ببساطه جدا انت ما بتخشش في الديب سليب، انت ما بتخشش في النوم العميق اصلا. طيب يبقى تاني حاجه ممكن نعملها هي الجلايسين، مكمل بيتاخد قبل ما ننام، ملوش اي اضرار ومفيش فيه اي مشكله ومش دواء. طيب ايه تالت حاجه ممكن نعملها علشان ننام نوم عميق؟ الكاموميل. الكاموميل او البابونج هو عشبه بتتشرب قبل النوم، بتساعد على الريلاكسيشن وبتساعد على النوم العميق. كل ده لازم اعمله وانا بعمل السليب هايجين، يعني انا مش هبقى قاعد بشرب كاموميل وقاعد ماسك الموبايل وفتح التيك توك، مفيش حاجه اسمها كده. انا لازم اعمل سليب هايجين، ما ينفعش ابقى بعرض نفسي، اعرض عيني لنور جامد جدا بالليل. النور الجامد جدا على فكره، احنا البرين بتاعنا مخنا مش بيفهم ان هو موبايلك، هو يفتكره شمس، فيفتكر ان احنا الصبح، فبنعرفش ننام. دي فكره غلط تماما قبل النوم. فانا مش هروح بقى اخد الكاموميل واخد الجلايسين واخد الميلاتونين وافضل قاعد ماسك الموبايل وبسكرول، لا، ده بيتعامل مع السليب هايجين. لو انا بقى قاعد في السرير وبشرب الكاموميل وقاعد مثلا ماسك كتاب، عادي على فكره ممكن نمسك كتاب، مش لازم نمسك الموبايل، مفيش مشكله خالص. او مش ماسك كتاب حتى، قاعد بتكلم مع حد او قاعد بعمل اي حاجه ما فيهاش شاشه، بكتب، بعمل اي حاجه ما فيهاش شاشه، الكاموميل هيساعدني على النوم العميق. دي دراسه اتعملت على ناس سنها كبير بعد ال70، السن كل ما بيكبر كل ما الميلاتونين بيقل، يعني فعلا كل ما حد سنه بيكبر كل ما قدرته على النوم العميق والنوم المنتظم، ان انا افضل نايم 8 ساعات على بعض مثلا، بتكون اقل بكتير من لو كان سنه اصغر شويه. اديناهم الكاموميل اللي هو البابونج وشفنا تاثير ده على النوم بتاعهم، وكلهم بلا استثناء نومهم اتحسن جدا ودخلوا في الديب سليب، النوم العميق. النوم مش رفاهيه، الناس المهمه قوي والسي اي اوز والمديرين والبابليك فيجرز والحاجات دي كلها بلاش، حط اي حاجه في حياتك اولويه على النوم، واعرف ان النوم عنده شخصيه جدا. انت لو قررت تحط اي حاجه في حياتك اولويه على النوم، النوم مش هيسمح لك وهياثر على الحاجات دي. يعني لو قررت مثلا ان شغلي اهم من النوم، انا هدفع الثمن ده في شغلي لاني مش هبقى مركز ومش هبقى فايق. ولو لو قررت ان تمريني اهم من النوم، هتدفع الثمن ده بقى في تمرينك، وهتدفع الثمن ده في الريكفري، وهتدفع الثمن ده في قدرتك اصلا على بناء العضلات، عشان احنا اصلا بنبني عضلات واحنا نايمين. فكل ده انا هدفع ثمنه. النوم مش رفاهيه، النوم مش من الحاجات اللي ينفع تقرر اصلا انها مهمه ولا مش مهمه زي صحتك كده، مش من الحاجات اللي احنا هنقعد نتناقش فيها ولا في اهميتها. النوم مش رفاهيه، كلنا المفروض ننام، وكلنا المفروض ما نبقاش راضيين بقليلنا في النوم. يعني ما انا بنام، ما عنديش ارق، يعني ما انا مش عارفه ايه، يعني لا، المفروض انام والمفروض اخش في الديب سليب والمفروض انام نوم عميق والمفروض نقدس اليوم. النوم ما يبقاش حاجه كده بنعملها عشان الوقت جه وخلاص، ونقلب اليوم ونطبق وانوار ومش انوار وناس تفتح على بعض البيبان، مفيش الكلام ده. وقت النوم اسمه وقت النوم، ما فيهوش موبايلات، ونحترم نومنا ونحترم نوم غيرنا. يعني لو اخواتي، لو اهلي، انا ما اخشش اخبط على حد ولا اعمل ازعاج لحد وهو نايم. لازم نحترم ونقدس النوم. تاني، ده قاعده حياتنا. لو حياتك مثلث قاعدته النوم، لو مش نايم كويس كل حاجه في حياتي بلا استثناء هتتاثر، حتى طاقتي وحتى خلقي، يعني حتى علاقاتي هتتأثر. I actually dare you انك تلاقي حاجة واحدة في حياتك ما بتتأثرش في اليوم اللي انت مش نايم فيه كويس. This was Dr. Wad. اشوفكوا على الابليكيشن. Have a good day.